بكل وضوح، نصيحة بكل وضوح. نعم، سواء لفضيلة الوالد الشيخ ربيع حفظه الله أو لمن سبق، أو لمن سبق، هذا التوالي علينا كل حين يثورون واحدا لا يرضي الله. غاية ما في الأمر أنا مدافع، وأنا أطالبهم من ذلك التاريخ للآن أن يأتوا بواحد بدأته بالكلام، بل أسعى والله في الأخوة والمحبة بيني وبين أهل السنة، وهؤلاء الذين ثاروا علي سألوهم وانظروا مقدمات كتبهم كيف أثني عليهم من طلابي، وغيرهم كثير، ولا أدري إلا وهم يثورون علي واحد تلو الآخر، وكل واحد يشحن الثاني، وكل واحد يعصب الثاني، وإذا تكلمت في هذا ثم في الثاني وردت عليه من باب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا هذه حدادية. تكلم في العلماء، من أبقى لنا؟ يا أخي اتقوا الله، تراكمونهم علي وما تريدون علينا وعلى الدعوة وعلى دعوة ملأة الدنيا، ما تريدون أن رد، ما تريدون أن ندافع عن أنفسنا؟ يا أخي كيف هذا؟ الله يقول يوم القيامة جعلت عليك حجيجا من نفسك، ما أسكت حتى يرد علي عني فلان أو غير، ما يجوز هذا. أنت يا شيخ ربيع نقول له وفقك الله، تقول إن أعظم قلعة في العالم دماج، وأنا دماج، أنا القائم عليها بوصية، ما بين انفكاك، ما تستطيع تسحبني وتسيطر عليها وتتولى عليها أنت وبعض الكتاب يقول إن دكتاتوري، ما دكتور، أنا أعلم، أنا معلم الناس الخير بفضل الله، أدعو إلى التوحيد وإلى السنة وإلى العلم، مجهد نفسي لله أبتغي الأجر منه، وأسعى بالمحبة والمودة، ولا يبدأ وليس مني بدء على أحد. طيب، نحن بدأنا ما بدأنا، وهم بدأوا وتكلموا وسفهونا، ولقد سفه نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، قال عنه المشركون ذاك في سفه ما ضروه بباطل، سفهونا وتعبونا وضيعوا طلابنا وأغرون الناس بالأموال، كثير من الناس الآن يسحبونهم من عندي بالأموال، يتركونهم إلى معبر أو إلى مكان كذا وكذا باعتبار أنهم يريدون يثورون أولئك، ويريدون شبكة في الدعوة السلفية بيننا والرابح غيرنا. إن ضاعت الدعوة ما هو في ربح الشيخ ربيع ولا في ربحي، سواء ضعت أنا أو دماج، ما هو في ربحه والله ولا في صالحه، وإن ضاع الشيخ ربيع ما هو في صالحي ولا في صالح الدعوة، ومن ضاع في الدعوة ما هو في صالح الدعوة. إنما المخابرات هي الرابحة التي ألفت النظر إليها، ألفت النظر إليها هي الرابحة لتمزيق الدعوة السلفية هنا أو هناك، وأنا صابر حرصا والله مني أن لا يحصل. غاية ما فيها أتكلم على طلاب الذين انفردوا من هنا، لا يحق لأحد أن يدافع عن الباطل، وقد تكلم شيخنا عن طلابه يا أخي الذين فتنوا عليه، لماذا ما ثرتم؟ أم أنكم تحقروني؟ هذا ما هو صحيح، هذا التحقير ربما يضركم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله. حصل الخذلان لي وللدعوة ولرجال السنة والله، وحصل التخذيل لي وللدعوة، وحصل الفتنة علي وعلى الدعوة، لا أي ذنب. أبينوا لي السبب غير العدني، أبينوا لي سببا من الأسباب يثبت هذه الصولة والجولة والفتنة على الدعوة، غير أني تكلمت في أناس من طلابي بينت حالهم، هل لكم حق أن تفتنوا هذه الفتنة من أجل هذا؟ أنا أقول هذا غاية الغلو وغاية الحدادية، أن يغلى في شخص وتفرق الدعوة من أجله ويوالى ورعادة من أجله، وهو العدني وهو أحقر من ذلك، طالب علم ليس له رسالة علمية، غاية ما فيه أنا معك يا شيخ وفعل كيف ما تريد، والمركز مركزك، والتمارض هذا. صديقي من صدقني لا من صدقني، عليك ممن ينذر الإبلاس والإفلاس، وإياك من يقول لا بأس لا بأس. الدعوة ولله الحمد محبوبة بسنتها وتوحيدها وخيرها في كل البلاد، فاستفيدوا من إخوانكم أهل السنة ويستفيدون منكم، وليحصل التآخي ومضافرة الجهود وإياكم وتثوير الطلاب، فإن هذا يضر ولا يسر والله، والمكر يحيق بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. واجعل نفسك في منزلتي أنا، لو أني ثورت طلابك عليك أو عملت هذه الأفعال ضدك كيف يكون؟ بعد ذلك لما رجعنا جاء الشيخ محمد زائرا